السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا ان شاء الله فيديو جديد وزيف جديد. البنات اليوم بغيت نطبق معكم هالطريقة. علاش درت لكم البنات كل الزيف فيديو بوحدو؟ باش يجي مفهوم، باش ما تدوخوش. المهم البنات هذا هو اللي غنطبق معكم، نخدم معكم بهذا الموزون. هذا المهم اختارت انا، شتوني درت لكم اللوان في الموزون، فهمتي راه كاينين اللوينات. حنا واخا ما عندناش نفس الفلت، كانت اختي خداتهم من الرباط، مشات لقاتهم وقالت لي اللون نجيبو تلقاو ليه زيف ولا لقاو ليه لون. المهم جابت لينا. غندير لكم هذا في التيركواز، باقي ما خدمت الصراحه به حتى زيف. هادو من الالوان اللي تنبغي، لقات اختي وجابت. وريهم الزيف يشوفوا. هو هذا. المهم هذا البنات شو انا دابا مع سالاو ليا اللون باش نخدم لكم، راه نطبقهم لكم بلون واحد، فهمتوا؟ معليش بلون واحد، وانتم غديروا كل واحد يدير اللون اللي عندها وبالعقيق. المهم عندي البنات هاد الموزونه هذه كما قلت لكم، عندي هاد العقيق درت خليت درتي لهم عقيق ذهبي باش ندير العقيق ذهبي باش يبان صافي. وانتم فاش تبغوا تخدموا ناسقوا الالوان ديالكم. ايوا اش نقول لكم، واحد الميكا هاي شوف، هاد الميكا قبيك كتلفلي هاي هي الميكا نكب فيها العقيق. الميكا راه كتلفه ما عرفنا الورقه مكتوب فيها. المهم ها هو نخدم لكم هذا غير باش يجيكم باين، فهمتي؟ وغندير لكم فواحد التطبيق فواحد الزيف، راني باديه فيه الخدمه. المهم ندير لكم التطبيق ديالو. عندي هنا دائما الزيف اللي كنخدم كنخدم بالخيط على واحد باش نكونوا متفاهمين. الخيط دائما تنخدم به البنات على واحد. هذا فيه الزقلي، غنخلي فيه الزقلي حيت بغيت ندير لكم، حيت درت لكم بزاف ما فيهمش الزقلي. اولا نبداو على بركه الله، غنديروا عقيقه واحده ها هي، وغنديروا موزونه على هذا الشكل. عاوتاني غنديروا موراها جوج عقيقات، انا في الاخير غتفهموا علاش في الاول درت غير وحده، دابا جوج. غنزيدوا عاوتاني موزونه ها هي، ونجيب عاوتاني جوج عقيقات على شكل هادو. ملي كنبغي ندير العقيق كنبغي نوريكم بحال هكايا باش يجيكم باين تفهموا. ها نتوما في الاول درنا عقيقه جوج عقيقات موزونه، جوج عقيقات موزونه، عاوتاني جوج عقيقات بحال هكا البنات غادي نمشي على هذا الشكل. انا ندير هاد الدغيا كيمشيو في الخيط بسهوله، البره عاديه ماشي ضروري تكون عندي بره. هذا فايت شاركت معكم واحد البره دوك ديال 5 دراهم كتخدم كلشي، ولكن هادو ما نحتاجوش فيها، هادي غير بره عاديه للخياطه باش كنخيطو عادي. راه حنا غادي نخدمو بها، نكتفي واقيلا غير بهذا الشيء ياك بارك. نزيد لكم في الاخر كنتليو عاوتاني بعقيقه وحده. بالنسبه للالوان كيفاش غادي نصافوهم يجيو مساتفين؟ دابا فهمتي غادي دابا بحال عندي هنا الاول، اللون الاول حطوه قدامي، اللون الثاني ها هو، اللون الثالث ها هو وحده، كنبقاو نهزو بالترتيب نساليوهم نعاودو نرجعو نساليو عاوتاني على حسب الالوان اللي عندنا. على حسب الالوان اللي عندنا. المهم هكا انا باش خدمت هادي الطريقه الصراحه باش انا خدمت. المهم نحيد هادو ونكحلهم من حدايا باش نتسالي. غتجمعي انت هاد العقيق كامل عقوبه. انا هاد رانا باديه فيها البنات الخدمه، ولكن غندير لكم فيه التطبيق الصراحه ديالو ديال هاد الموديل هذا. اولا غادي نحزم الصوفه، ما تخافوش منها البنات هاد الطريقه ديال هاد الخدمه ديال الصوفه، ما تخدموش منها لان الصوفه ما كتزلقش. واخا ديروا غير حزمه جوج راه ما غاديش تحل لكم. انا المهم غندير غير حزمه حيت غندير لكم التطبيق في الاخير غادي نحلو. غنجيبوا شويه ديال العقيق والموزونه البنات حدانا ها هو على هاد الشكل هذا. المهم الطريقه باش كنشد الخدمه كيبقاو هنا حدا يديه في هاد البلاصه. نبداو على بركه الله، غادي نجيو هنا وغادي نبداو يا مسهل. واحد سلسله، جوج، ثلاثه فاش كنزيرو كنرجعو اللور، ربعه خمسه سته. هنا هاد جوج راه الوسط راه كيتفرقوا، كتولي وحده غتمشي مع هادي وحده تمشي مع هادي. غنديرو هنا غادي نجمعوهم بغرزه سلسله اولا منزلقه اولا. ها انا جمعتها شتو على هذا الشكل هذا، ونعاودو عاوتاني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. سته اللي درت انا، اللي بغى يدير سبعه يدير. دابا داك خيط سرق وداك اللي دايره من تحت سرق ما تيبانش. شوفي دابا واش باين؟ صافي باين. وغادي نخلي هاد الفراغات كما كتشوفوا، انا كندير دائما غرزه حشو سلسله، غنخلي السلسله الاولى لا الثانيه الثالثه، غنمشي للسلسله الرابعه كله بنفس الطريقه. نقص فيهم ربعه كل وحده يديه، كاين اللي غتنقص غير ثلاثه كل وحده يديها. نخلي غير هادي حدايا باش نخدمها معكم. نعاود عاوتاني بنفس الطريقه، واحد جوج ثلاثه اربعه
خمسة ستة صافي. وغادي نسد عاوت على هادو، انا سديت عليهم كنزيرو شويه الخدمه. عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وغنخلي عاوتاني نقزو الفراغ الاول، الفراغ الثاني، الثالث، الرابع. هو فاش كنشدو البنات عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونجر عاوتاني عقيق جوج عقيقات، وحده كتكون هنا وحده من هنا، وحده قدام الموزون وحده مورا. نسد عليهم عاوتاني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، دائما واحد جوج ثلاثة أربعة. المهم نكتفي لكم البنات غير بهاد ثلاثة، نزيد لكم واحدة عاوتاني، قالت لي اختي زيدي باش يكون الفيديو واضح. المهم ها نتوما هاد المثلثات، الا لاحظتوا هاد المثلث هذا اللي كنت خدمت بالخيط على واحد كيجي شويه رقيق، هذا اللي فيه الزقلي ماشي الزقلي، الزقلي هذا كيجي شويه عامر تامر كما كنقولوا. شفتوا الفرق كي داير؟ كي غلط شويه الخيط. هذا عاوتاني اللي درت لكم هذا التطبيق ديالو، ها نتوما لاحظوا حتى هو هذا معاه، هذا مخدوم بالخيط على واحد ما فيه لا زقلي لا والو هذا. وهذا اللي فيه الزقلي يجي شويه عامر. المهم انا خدمت لكم بجميع الطرق، جميع الطرق باش كل وحده تشوف الطريقه اللي هي سلكاتها. دابا ما يصلحش ديري عقيقه وحده وموزونه وحده، لا ما يصلحش. بحال دابا غديري عقيقه وموزونه كي غديري تجمعيهم بحال هكا بجوج؟ ما يجوش، ما يجيوش ضروري. يعني ديري عقيق اللي بغيتي ديري اربعه، يا اما جوج يا اما اربعه. هنا البنات بالنسبه لهذا العقيق راه كاين عقيق صغير منه حنا ما لقيناهش، باش نكون واضحين. جوج ثلاثة وهي ممكن يديرو كريستال ولا يديرو خمسة ستة، حتى الكريستال يجي زوين. يعني هو الكريستال تيتقام شي شوية غالي، فهمتوا؟ المهم كل وحدة المستطاع ديالها. وتا هذا كيتقام حتى هذا غالي، ولكن الكريستال عاوتاني غلا منه. الكريستال راه فيه بزاف، هذا راه من فوق كل واحد قداش. بصح كريستال راه صغير. ايوا المهم البنات ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. نزيد نكمل ليهم عشان نوضح ليهم صافي. المهم بركة راه مهم واضحه الفكره. المهم هذا بحال هذيك اللي شوف هذا فيه غير جوج عقيقه، تنوريكم هذاك اللي فيه اربعه الفرق بيناتهم كيفاش كيجي. هانتم ها لاحظوا هذا فيه جوج، هذا فيه غير هذا فيه اربعه العقيقات وهذا فيه جوج. شفتوه راه فرق كبير، ولكن كل واحد يدير عاوتاني اللي يعجبو، كل واحد وجهدو. نفس طريقه الخدمه، نفس الطريقه ديال الخدمه، غير هذا فيه جوج عقيقات وهذا فيه اربعه العقيقات. صافي. يعني طريقه فكرة واضحه، كنظن فكره واضحه كل واحد. واللي ما بغاش يدير نفس طريقه الخدمه، اللي ما بغاش يدير العقيق ما يديروش، يدير اللي ما بغاش يدير العقيقه البنات يدير غير الموزون بوحدو. انا راه شاركت معكم جميع الطرق باش ما تقولوش راه ورينا هذا ولا هذا، راه كلهم وريتهم لكم بجميع الطرق البنات، رانا وريتهم لكم، ما تندخل عليكم في حتى حاجه. واللي ما فهمتش البنات راه دخل عندي الخاص نقول ليها. يلا البنات بالسلامه عليكم، كنتمنى هاد الطريقه ديال الزيوف ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الله يعاونكم.